عدم انتظام، وفي مجمل الاحيان قبل ان يكون في كل الاحيان ده بتبقى حقيقه، لكن نمتلك صدقونا نمتلك منتج قوي جدا لو قدرنا ان احنا نقدمه بالطريقه المناسبه. على بركه الله، على بركه الله تنطلق المباراه مره اولى ومره ثانيه. احمد عاطف مهاجم اقوى ميزه عنده الحاجات دي، الحاجات دي، الحاجات دي، التصويبه خطيره خطيره. احمد عاطف يسرق الكحل من العين. فخر الدين بن يوسف لاروج بيطلع كتير بره المنطقه، مش مش مناسب ان يبقى المهاجم الوحيد ولا ايه؟ هنشوف حسين السيد في تغطيه في المكان اللي عارفه كويس، واحد على واحد خطيره. احمد عاطف عايز يستلم الكره في الحيازه، احمد عاطف مره اولى وثانيه العب فيهاش حاجه. مودرن فيوتشر احيانا كده المدرب يقول لك بس انا عايز الدنيا تهدى، عايزين نضع اقدامنا على الارض، اقدامنا على الارض. العرضيه خطيره، برافو يا حسين، برافو يا حسين. تصويبه مره ثانيه محمد محمود، اوه على مرتين، على مرتين. فعاليه النادي على قد ما تقدر تخطف اخطف. ادي الكره، ادي الحيازه، اختل توازنه بطريقه طبيعيه، كره ما بين اقدامه، قام مره ثانيه هنا فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه خالص. الادوار محمد الشامي، تمريره بينيه، فخر استلام ودوران، واحد شوف وسط كام، شوف واحد وسط كام، واحد وسط خمسه لما ينزل بقى صعبه جدا. ادي الكره الطوليه خطيره، احمد عاطف كالعاده، اوه جاد قرر انه يستلم، هجمه سريعه، يدور على العرضيه، هيلعب العرضيه، العرضيه اتلعبت خطيره خطيره. هي دي حاجاتك، هي دي حاجاتك يا لاروج. فخر الدين بن يوسف خطيرة 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 خطيرة، جول خطيرة، جول خطيرة، جول. لسه بقول لك يسرق الكحل من العين، يسرق الكحل من العين. قد يكون مش المهاجم الأحرف ولا المهاجم اللي تبني عليه كورة ولا واحد على واحد، لكنه عارف سكة المرمى كويس جدا. يا ولد يا ولد يا ولد، أحمد عاطف يا ولد يسجل أول أهداف. لسه بقول لك يسرق الكحل من العين، كورة فيها رعونة شديدة يا راجل يا محمود يا شعبان. بقى ده كلام، بقى ده كلام، بقى ده كلام. احمد عاطف يضرب في المليان، يضرب في المليان مباشره، مفيش وقت يضيع، يقطع باليمين لمره لمستين. هو ده يا جماعه المهاجم، هو ده المهاجم يا ولد. قطع باليمين، حط بالشمال، جول، هاتها من الشبكه وبسرعه وبسرعه بسرعه يا محمود يا جد. خطا كبير جدا من خط ظهر النادي المصري، خطا كبير. محمد وحسين السيد بالقدم اليسرى، ملعوبه خطيره على القائم الاولاني. لازم المصري يفوق شويه ولازم يبقى ليه رد فعل ويدخل المباراه بسرعه، بسرعه اسرع من كده، بسرعة أسرع من كده. لكن ضربة ركنية، شوف عاطف، شوف عاطف، لكن أراها المرة دي باهر، لمسة تمريرة بينية، برافو يا باهر، الكعب حلوة قوي، أراها حلوة قوي، حلوة فرصة العرضية، العرضية، العرضية ملعوبة، مين يطلع هنا؟ خطيرة خطيرة، وعلى مرتين، على مرتين، مرة أولى ومرة تانية، برافو برافو. المباراة حلوت، الجول فتح المباراة، الجول حرر النادي المصري. أدي كمان تمريرة بينية، قدم يسرى على طول للشامي، فكر واحد على واحد، عدى عدى، لعب العرضيه فوق، لكن يطلع الجزاء للنادي المصري، برافو. تمرير على طول، لمسه اولى ولمسه ثانيه، ميدو جابر بالقدم اليسرى يلعب العرضيه متعلقه، لكن يتدخل فيها شعبان، خطيره 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 جدا. الشامي شكلها حلو، شكلها حلو، شكلها حلو يا ولد. مره اولى ومره ثانيه والمصري اقرب، واقع في الارض حارس المرمى، طبعا الكابتن محمد عادل موقف اللعب، من حقه حارس المرمى بيشتكي يبدو. على طول ملعوبه، لمسه لناحيه الشمال، فرصه العرضيه، جاب على يمينه، رجعها على شماله تاني، يعلق، جميله جميله جميله. مين يطلع هنا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سعداوي؟ المهاجمين يبقى عندك الهيدرز ويبقى عندك الخطاف، والاثنين يلعبوا مع بعض، والاثنين يهدوا اجدع خط ظهر. ادي احمد عاطف يستمر في الضغط، احمد عاطف رايح بيقول له، لمسها بايده وحكم اللقاء، الرايه عمل ايه؟ رفع الرايه بدري قوي بصراحه، مش عارف ليه خد الانذار، ايه الموضوع؟ ده انذار مجاني. خلي بالك احمد عاطف بيتعرض للمواقف دي كتير وبيخرج بالبطاقه الحمراء، واتذكر في مباراه الكونفدراليه طبعا دي لمسه يد واضحه وصريحه على حسين السيد. انا مستغرب من جريه عاطف على الحكم لاينز مان، ولو 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 قرار طبعا هاند بول مكان كده من نفس المكان هتتصوب ازاي؟ اتصوبت خطيره، لكن جت في الحيطه، واقفين كويس، برافو. تنظيم دفاعي الكونفدراليه بقى خلاص عارف انه ممكن بمجهود اقل شويه تعرف تخطف وتكسب بالخصائص اللي عندك. احمد يا عاطف يا ولد يا ولد، على الايام الاولاني مشاغب مشاكس، مشاغب مشاكس. لمسه واحد على واحد، محاوله المرور يا ولد، عدى حلو قوي، المهاره يا ولد يا كوره، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، عدت ازاي فرصه الهدف؟ هنشوفها، ادي الاعاده، بص المهاره، واحد على واحد، عدى ازاي؟ عدى عدى وعمل بالعرض يا ولد، وهي طالعه، ده فخر الدين بن يوسف. الفارق واللعيب اللي عنده الـ القدره على واحد على واحد، دي مهاره في حد ذاتها.
الجراءة بتاعت واحد على واحد دي خطيرة خطيرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ميدو يا جابر يا ولد. حلوة تيكو حلوة رائع جميل. خلينا نشوفها الأول، فيها رايق صح، فيها رايق فيها، وبرضه رايح لحكم اللاين مان طبعا. اللعيبة ده مين اللي عدى؟ ده مش محمد محمود، ده مش محمد محمود، ده أعتقد لا يزال منتظر رد الفعل. دي كرة تانية، لمسة أولى وتانية في نص منطقة الجزاء، خروج خاطئ بالكرة، استلام وتحضير ومرور، زعزع في المهارات مع محمد محمود ومحاولة التصويب من على بعد مركونة. النادي المصري بيستخلص الكرة بسرعة، القاعدة الأساسية اللي بيتكلموا عليها في كل الكرات طبعا كرة القدم العالمية. خلينا نشوف دي الأول، خلينا نشوف دي الأول، التاني فرصة التاني، التاني برافو يا جاد، برافو يا جاد، برافو يا جاد. يضيع يضيع أحمد. المواقف اللي زي دي، شوف سرق الراجل طبعا ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي حاجة. المواقف اللي زي دي واحد على واحد هو ما يبقاش الحريف يعني. خمس ضربات ركنية، جرافيكس يظهر أمامنا مقابل اثنين لنادي مودرن فيوتشر. العرضية ملعوبة خطيرة جوه الكرات التانية، مش ممكن مش ممكن. الأمر يمكن أسهل شوية لكن بتحصل في كرة القدم، خطأ عادي. التحضير أثناء البناء، قدم يسرى مرة أولى وتانية، حسين السيد اتسحب 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. هيدي له إيه؟ لا لا لا، لسه بقول مش ممكن مش ممكن للفي ار. هنشوفها الاول، حسين عدى اتسحب 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 ودخل عايز ياخد ضربه جزاء. ده انا لسه بقول يا جماعه الواقعه، لسه بقول لما يبقى عندك لعيب واخد انذار بسهوله جدا يدخل، هل دي فيها حاجه؟ هل دي محاوله خداع الحكم؟ يعني قرار صعب جدا بالنسبه لي، انا متفاهم طبعا. هل تعمد السقوط؟ شوف هنا فيها دفعه ولا لا؟ فيها، شوف الايد الشمال بتاعت، هل ممكن يلغي البطاقه الحمراء؟ اوه اكد الكارت الاحمر ان هو بيتعمد السقوط. هارد لك علي ماهر، قال له خلاص يا حسين كنت تعملها، كنت تعملها. شوف ده عتاب، ده بقى ده عتاب، ده عتاب. قال له كنت تعملها يا حسين، مفيش داعي ان انت تدخل ومعاك انذار، كنت تعملها. أمورني يبدا مره تانية ناحيه اليمين لمحمود شعبان، لمسه على طول لايبا، بيجري له احمد عاطف، يبدا يحضر على طول. خطا خطا خطا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا جماعه، ايه الموضوع؟ في ايه في خط الضربات برضه؟ محمود جاد بيقابل على طول، لمسه ملعوبه، مين اللي نزل تحت مكان حسين السيد؟ على طول فرصه الشامي، عايز يدخل لجوه، يدخل فعلا، حط جسمه ما فيهاش حاجه، يلعب العب فرصه التعادل، فرصه التعادل يا راجل يا راجل. ضيعت ايه يا فخر؟ ضيعت ايه يا فخر؟ مش ممكن. بدل ما يلعب تمريره والمرمى مفتوح، والمرمى مفتوح خطيره على مرتين، استلام برضه الشامي عنده خبره كبيره، عايز يعلق، علق فعلا خطيره. اووو فيها رايه فيها رايه فيها رايه. رزق قال له معلش، طبيعي جدا تحطش رجلك في الحاجات دي لكن مش مفتوحه. شوف دي شوف دي، خلاص ده طبعا ده زدام للنادي المصري اللي كان عنده فرصه رد الفعل. هيعمل ايه كابتن محمد عادل؟ هيطلق صفيره نهايه الشوط الاول بالفعل. كره وقع في الارض، الكابتن علي ماهر قال لك ايه الموضوع، هيحسب ايه، مش عايز يقوم، الوقت الضايع انتهى. باي حال من الاحوال اصدقائي المتابعين اعزائي، على بركه الله تنطلق المباراه مره اخرى، بدايه احداث الشوط الثاني. واحد لازم من بدايه، اعتقد الكابتن علي ماهر قال لهم بدري بدري قدر المستطاع قبل ما البنزين يخلص. خطيره خطيره، الطوليه ملعوبه قبل ما البنزين يخلص، قبل ما هجمة مرتدة سريعة، هجمة مرتدة سريعة سريعة جدا سريعة جدا، 3 على 3 خطيرة. أحمد عاطف أحمد عاطف، تصويبة خطيرة خطيرة جدا خطيرة جدا. كش مات في 3 نقلات، الرص بيطلع عليك بالكاونتر أتاك، والمرة دي في ضغط عصبي. أوه جت في العرض ولا يحاول إنه يلعب على المركزين في حالة الهجمات المرتدة، هنشوفها إزاي. استلامة جميلة، استلامة جميلة من زعزع، فرصة العرضية خطيرة خطيرة، لكن برافو يا باهر يطلع على طول. لاعب ستوك سيتي اللي كان بيلعب رميات التماس بطريقة طويلة بيستفادوا بيها، ودي لمسة أولى وتانية اتلعبت على طول، فرصة العرضية عدت عرضية لكن يمسكها حارس المرمى، برافو جدا. إيبا 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 بيحاول يعدي مرة أولى وتانية، واستلام على طول العرضية ناحية الشمال، جوزيف جوناثان على طول ملعوبة، تصويبة من على بعد. تعليمات مستمرة تعليمات مستمرة، هنشوف الكرة ماشية ازاي، انطلاق على طول، لمسة ملعوبة، ضغط مستمر على حدود المنطقة، محاولة التصويبة جول. لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن، غيرت اتجاهها وعملت ديفليكشن، انا قلت في الشبكة.
اللي حصل خطيره خطيره. اتخطفت اتخطفت يا باهر، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. احمد عاطف، احمد عاطف شايفه الناحيه الثانيه لعمرو السيسي. يا ولد يا ولد الارضيه يا ولد، يحطوها لبره، خطيره جدا. باهر اتخطفت منه الكوره بشيء من عدم التركيز. في حاجه النهارده مش مظبوطه في خط ظهر النادي المصري. اتقطعت مره ثانيه، جوناثان جوزيف جوناثان عدى لها سلكه خطيره خطيره خطيره، الثاني راح. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ضغط على طول مستمر. ادي الكرة اتلعبت بالعرض، دي كانت فاصل من الكرات القصيره في نص الملعب. ابتدى المجهود البدني يبان على لعيبه النادي المصري. دخول زعزع زعزع زعزع، عدى صوب صوب، لكن تطلع فوق. وضربه مرمى ولا خطا حسب ايه؟ فخر الدين بن يوسف، تمريره بينيه ملعوبه. كل ده الكوره بقى لها دقيقتين ثلاثه في اقدام لعيبه النادي المصري. السيطره اخرها ايه؟ السيطره اخرها ايه؟ لف وسطك لف وسطك، خطيره خطيره خطيره، ضربه ركنيه، مطالبات بلمسه يد، كلمتك ما تنزلش الارض ابدا، لكن ارجع للفار ارجع للفار. فيها الزاويه دي هتبين، اوه فيها فيها من ناحيه ده من ناحيه دي من ناحيه دي فيها. خلينا نشوفها، خلينا بس في اللعبه، ملناش دعوه بالمشحنات الجانبيه فيها ولا ما فيهاش. طبعا تكبير الايد، تكبير محيط الجسم بفرد الايد فوق الجسم، هل ده وضع تشريحي طبيعي؟ وهو قال له العب العب. كل ده على مائدة الكابتن سمير عثمان النهاردة. سجل بقى عندك في الدقيقة 69 مباراة المودرن فيوتشر والمصري. أحكامنا المطلقة، جول جول كرة القدم دائما ما تعطيك فرصة للعودة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، فيرجع المصري يرجع المصري يا صدام. يا ولد يا ولد، ده شوف دي شوف دي شوف دي، شوف العرضيه يا ولد. اوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ده مكانه ايه؟ ده مكانه مش ممكن مش ممكن. حط راسه بموجهه في الست ياردة، حارس المرمى ما يقدرش يعمل حاجه من قلبه وروحه. مصري يبدا على طول عند غنام من رجل لرجل، استلام لاحمد عاطف. يا ولد يلعب عند غنام، غنام عايز يهدل على يمينه، لا شالها بشماله من مره واحده، خطيره خطيره. طالع محمود جد مش مظبوطه مش متقنه، هل تسعف اللياقه البدنيه النادي المصري؟ ادي عرضيه فيوتشر ضاغط، خطيره خطيره خطيره، مش ممكن مش اراها. خط ظهر النادي المصري، لمسه على طول ملعوبه مره ثانيه، ميدو جابر ما لحقش ينتقط الانفاس، واحد على واحد ثاني، عايز يحط على الشمال، عايز يوسع ويحط على الشمال، عدى، خطيره خطيره يا كوره، مش ممكن. دلوقتي انت مضطر مجبرا اخاك لبطل. المصري ما عندوش بويان كريكيتش، لكن عنده علي ماهر بيطالب انه ما عندوش مهاجم، عنده لعيب ناقص، فبالتالي لازم يلعب بمهاجم وهمي بمهاجم وهمي. ضغط مستمر واستخلاص رائع لاحمد عيد، برافو برافو. اللعب مستمر اللعب مستمر، محمد صادق عايز يعدي، عدى فعلا، خطيره خطيره. احمد عاطف جوه المنطقه على مرتين، على مر... مين يقدر على احمد عاطف؟ مين يقدر على احمد عاطف؟ ادي الطوليه ملعوبه، استلام نموذجي حسن يا علي. دي واحده من اخطر فرص مودرن فيوتشر الشوط الثاني. ضربه راس ملعوبه، هدوء ما قبل العاصفه، هدوء في حيازه الكوره. عرضيه ملعوبه، ده باش يطلع فوق، خطيره جدا الكره الثانيه، خطيره الكره الثانيه، خطيره خطيره الكره الثانيه. جوناثان جوزيف جوناثان، هي بيني وبينك ديها مراحه، لكن بيطلع بسهوله بيطلع بسهوله، ما بقاش في قدره عند المصري انه يعمل ضغط في الدقيقه 87. ادي كره قطريه تضرب بيها خط الظهر، خطيره خطيره خطيره، جول جول. كش مات في ثلاث نقلات، كش مات في ثلاث لمسات، في ثلاث لمسات وبسرعه بسرعه، تحولات سريعه جدا يا كوره. مش ممكن يا جماعه مش ممكن يا جماعه. يا ولد يا ولد، سليمه سليمه سليمه، ما فيهاش رايه ولا فيها تسلل، فرصه العرضيه، عرضيه نموذجيه، برازيلي برازيلي برازيلي، تصويبه في الضيقه في الضيقه. يا ولد يا ولد، واحده من اجمل الاهداف اللي فيها تحولات، خروج الكره ثلاث لمسات يا جماعه، الكره طلعت من الليفت باك للرايت وينج للجناح الطائر المتقدم. شوف لمسه اولى عمل العرضيه، شعبان يا لعيب يا شعبان يا لعيب يا شعبان، من لمسه واحده، ده من لمسه واحده يا جماعه، ثلاث لمسات ثلاث لمسات، هدف نموذجي هدف نموذجي لمودرن فيوتشر. الوقت الاصلي انتهى، ادي علي ياسر واضح انه عنده قوام ونازل عايز يحافظ على الكوره، راح واحد على واحد لسه نازل فريش، عدى علي، خطيره 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 يا جاد، برافو برافو يا جاد، سوبر جاد النهارده سوبر جاد، برافو يا جاد.
برافو يا ولد، برافو يا ولد. انقاذ مدعيك في الملعب من ناشئين نادي الزمالك، بدايته طبعا في نادي الزمالك. ادي محاوله الكوره، علي ياسر جوه المنطقه، ضغط مستمر على طول، الكره ملعوبه. شوف عدى ازاي، عدى عنده قوام، وعنده قوام ممشوق. برافو، لكن برافو محمود جد بالعكسيه، جميله 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 بالعكسيه. المدير الفني واقف على الخط يعني يقول له ممكن ما نطمعش، طب ممكن نفكر في المباراه في جزء اكتر من كده او في جزء افضل من كده. دي خطيره، هل الخروج بنقطه؟ لا يمكن ابدا. اعتقد المربع من اجل لعب البطولات الافريقيه، ان ما كانش لقب المنافسه على لقب، ليه لا؟ ليه لا؟ كل شيء وارد. ضغط على طول مستمر، محاولات ان يبقى حتى في كره ثانيه. ولد يا ولد، لو جت زي ما هو عايز، في التحام هنا في الراس، المرجحه ممتازه. خبراته والاحساس كان لازم، مشروع طبعا واعد للغايه. ضغط مستمر، ضغط مستمر، هيتصرف ازاي؟ الكره ما بين الاقدام، مشيت زي ما هو عايز، مشيت زي ما هو عايز. على طول علي ياسر توصل على طول عند زعزع، لعلي، لعلي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الاثنين وقعوا. هيعمل ايه بالعرض؟ بالعرض خطيره، محمد صادق مره ثانيه لزعزع، واحد على واحد ويمين ويصوب، عايز يعدي لكن اتقطعت في نص الملعب. هيفكر ازاي؟ هيعلق فوق، طويله يا حمدي، طويله يا حمدي في اللحظات الاخيره، تخبط تطلع تبقى ضربه مرمى، ومعها يطلق حكم اللقاء صفره نهايه المباراه. فوز نادي مودرن فيوتشر على النادي المصري بهدفين مقابل هدف وحيد. نذكر الجميع